في وعي حقيقي بالبساطه والاكل الصحي، والناس بقت بتركز قوي في الحكايه دي، وبالتالي لما تجيب سيره اكل صحي يعني عاوزين ناكل خضار اكتر وفاكهه اكتر. وفي الحر العظيم اللي احنا فيه، لما بنقول فاكهه في الصيف ما حدش فينا بيجي في باله غير البطيخه الحلوه بتاعت الحر اللي في الصيف. والسنه دي الحمد لله كل حاجه اسعارها زادت ما عدا البطيخ اسعاره قلت. لكن رغم الجمال واللطافه واللذاذه والطعم الحلو بتاعه الفاكهه في مصر، الا انه في كل صيف تلاقي كده في اول الصيف شويه شكاوي عن نزلات معويه، الحق مش عارف ايه في مشكله. ومن اشهر الحاجات المرتبطه بالموضوع ده، نزلات معويه مرتبطه ببعض انواع الفواكه، هي الخوخ والبطيخ. للسنه الثانيه يمكن على التوالي نسمع فكره انه نزلات معويه في بدايه الصيف وفي بدايه الاقبال على فاكهه عظيمه ومحبوبه زي الفاكهتين دول. وزارة الزراعة طبعا استجابت وسمعت للشكاوي الكثير عن الخوخ والبطيخ. طب في ايه؟ ما احنا يعني اكيد في سبب او في حاجة سببت هذه الشكاوي، رغم على الجانب الاخر زي ما بقول لحضراتكم في حالة من الإشادة العظيمة بان منتج البطيخ السنة دي رائع ومتاح وسعره كويس. احنا معانا على تليفون دكتور محمد فهيم مستشار وزير الزراعة، ممكن يقول لنا التفصيلة دي، النزلات المعوية المرتبطة بالبطيخ والخوخ السنة دي هل ليها سبب يخص زراعة هذه الفاكهة أو تلوث معين، ولا دي شكاوى مرتبطة بأمر آخر، وهي نسب الحالات دي قد إيه؟ دكتور محمد مساء الخير. مساء الخير يا فندم، ربنا يخليك. إحنا محتاجين نفهم كده موضوع الخوخ والبطيخ، وازاي اختار الفاكهه تكون سليمه واتجنب اي اثار جانبيه ممكن تحصل لي بسبب فاكهه تكون مش مظبوطه او باظت من الحر مثلا فسببت لي ازمات. يعني نصيحه حضرتك ايه في شراء الفاكهه تحديدا الخوخ والبطيخ السنه دي؟ بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا بشكر حضرتك على اتاحه الفرصه. موضوع الخوخ او البطيخ انا بعتبره حاله أكتر منه شكوى أو إن في منتج معين الناس بيشتكي منه. الحالة دي لها مكونات أو هي مثل لحاجات كتيرة بتحصل، إن دائما السوشيال ميديا والكلام الكتير وتناقل الأخبار بدون علم وبدون تحقق دائما بيعمل مشاكل أكتر من المشكلة الأصلية. يعني خلينا نتكلم على الخوخ والبطيخ. دول فاكهتين من فواكه الصيف ليهم خصوصية بصرف النظر عن باقي الفواكه. أنا عندي في الصيف دلوقتي أكثر من 10 فواكه، مش الخوخ والبطيخ بس، عندي المشمش والبرقوق والعنب بكل أنواعه والموز والجوافة والكنتلوب والشمام، محدش بيشتكي إلا من البطيخ ومن الخوخ. ليه ده راجع لطبيعة وخصوصية الفاكهتين دول، وأنا أقول ليه. قبل ما اقول لي الاول عشان الناس تبقى واخده بالها، السبب اللي له علاقه بالشكوى، في شكاوي في شكاوي بالنسبه للبطيخ والخوخ، بس السبب ملوش علاقه لا بتلوث ولا بكيماويات ولا بمبيدات ولا باي شيء له علاقه ب بحاجه كيماويه. فهمت يعني حضرتك يا دكتور، ممكن يبقى ليه علاقه بطريقه اكلنا لهذه الفاكهه او تنظيفها قبل الاكل مثلا. ما انا هقول بس ليه بقول لي الكلام ده؟ لان فعليا تم جمع عينات عشوائيه من السوق المحلي للبطيخ وللخوخ، وتم تحليلهم تحليل متبقيات المبيدات او الملوثات العناصر الثقيله او غيره في معمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات، هو المعمل المسؤول عن تحليل متبقيات المبيدات لكل الصادرات المصريه اللي هي بتقترب من 6 مليون طن ل 150 دوله. كانت نتيجه التحليل ايه يا دكتور؟ كانت نتيجة التحليل ان المتبقيات المبيدات الموجوده بالحد الادنى المسموح به للتصدير، مش كمان للسوق المحلي. وفي بعض العينات من البطيخ وجد ان متبقيات المبيدات اللي فيها صفر. حلو. وطبعا طبيعي لان المبيدات الموجوده الفتره دي، بالمناسبه برضو المواطن البسيط او اللي بيسمعنا فاكر ان كلمه المبيدات هي المبيدات بتاعت زمان شديده السميه اللي بتعمل مشاكل. المبيدات في خلال 48 ساعة 3 أيام 4 أيام بالكتير بتتكسر. هو طبعا بص دكتور، حضرتك بتقول ملاحظة مهمة جدا. هو الفكرة ما فيش حد ينفع يخاف من المبيدات، ما المبيدات اللي بتضمن أن يوصل لنا المنتج في الآخر سليم، وإلا ممكن آفات كتيرة بتصيب الزرع تدمره تماما. فحضرتك بتقول أنه معظمها في الحدود الآمنة، إذا المشكلة فين؟
المشكله فين بقى؟ المشكله نرجع تاني للبطيخ وللخوخ. البطيخ فاكهه، اولا هو البطيخ خضر ولا يصنف انه فاكهه، ولكن معتاد ان الناس بيقولوا عليه فاكهه. تمام. فهو يعتبر من اكثر الفواكه ذات الحجم الكبير، مفيش فاكهه حجمها كبير زي البطيخ. البطيخ عباره عن ماده لحميه سكريه وكثمرة ومحاطه بقشره صماء لونها داكن. يا دكتور، دكتور احنا يعني، نعم. انا اسفه عشان ضيق الوقت، حضرتك بتقول ان في سبب اخر غير ان المبيدات، ايه السبب؟ هو ان البطيخ والخوخ ما بعد الحصاد بيتسابوا فيه عند التاجر او الفكهاني في درجه حراره عاليه، بيحصل تحول غذائي زي شبه فساد غذائي، والاكثار منهم يعني الاكثار من الفاكهتين دولت او حصل وكان في شبه فساد غذائي، هو ده اللي بيعمل الاسهال وبيعمل بالظبط. يعني يا دكتور البطيخه لما تتحط في درجه حراره عاليه جدا ممكن تفسد. انا اعرف منين انها فاسده بقى؟ ده طبيعي. انا اعرف منين؟ لما اروح اشتري بطيخه من عند فكهاني او تاجر والاقي حاطط البطيخه في الشمس ما جيش ما اخدش منها مباشره. النقطه الثانيه اتاكد انها طازه ازاي، بيبقى من شكل البطيخه ومن القمع بتاعها لونه اخضر فاتح اللي كان متصل بالام، لقيته غامق شويه اعرف ان باقي لها فتره عند الراجل، حتى لو كانت في الظل فما خدهاش. الخوخ ابعد عن الخوخ الطري، الخوخ السوفت اللي هو بيبقى فيه نسبه الرطوبه عاليه جدا. وتحت اي حال من الاحوال الفاكهتين ما ينفعش اكل منهم كميات كبيره في وقت واحد. تمام. اكل كميات صغيره على فترات. حلو قوي، بشكرك شكرا جزيلا دكتور محمد فهيم مستشار وزير الزراعه. احنا بقالنا شويه وقت كده عايزين نعرف من دكتور محمد طب المشكله فين. هي المشكله فعلا قد تكون يعني انه بص الدنيا حاره جدا جدا جدا، فممكن يكون البطيخه فسدت من الشمس. وبالمناسبه معظم الناس اللي بتبيع بطيخ واقفه بيه في الشمس طول النهار، الله يكون في عونهم، بس يعني معلومه زي دي مهمه، هو ممكن هو بضاعته نفسها تفسد. يعني الخوخ كمان يا جماعه لازم يتغسل كويس، لازم يتغسل بخل. يعني لو حد جرب الطريقه دي انه يحط الفاكهه في خل هيلاقي انه بيطلع حاجات سودة كده، فمتهيألي كمان طريقه تعاملنا في تنظيف الحاجات دي. البطيخه اللي بنشقها عند الراجل دي بتبقى مليانه ميكروبات من بره، لازم تتغسل كويس قوي في البيت قبل ما نقطعها. في تفاصيل كده ممكن تكون سبب انها تساعد يعني في اننا نتجنب اي امراض. وعلى راي دكتور محمد ما ينفعش ناكل يعني نص بطيخه في القعده، حبه صغيرين.